وأبطال الثورة السورية الذين طردوا الظلم، انظروا الآن إلى غزة. ومرجعيتنا القانونية الحكومة السورية مؤقتة مثلا برئيسها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الله يبارك فيكم. بفضل الله عز وجل أن هيئة الأوقاف شؤون دينية في الحكومة السورية المؤقتة وبتزكية من المجلس الإسلامي السوري تعمل في المحرر على الكثير من المشاريع الدعوية والتعليم الشرعي، وهذا المسجد نتاج أحد هذه المشاريع. الكثير من المدن والقرى لم يكن فيها مساجد، وكان أهلها يعانون أنهم لا يستطيعون الذهاب لصلاة الجماعة، ولكن الحمد لله بفضل المحسنين الذين أوقفوا هذه الأراضي، ثم قمنا نحن بعمل الدراسة الفنية والهندسية اللازمة وسوقناها عند المحسنين حتى نبني هذه المساجد. بعض القرى لم تسمع الأذان قط، ولكن الله عز وجل أكرمهم بأن بنيت فيها مساجد. هذا الحي مكتظ من الأحياء المكتظة في مدينة عزاز والمستحدث في عزاز، أهلها يعانون من الذهاب لمسافات بعيدة من أجل الصلاة الجماعة، خاصة أننا كنا مقبلون على رمضان. أكرمنا الله عز وجل بأخينا أبي صلاح الذي أوقف هذه الأرض، فقمنا بعمل دراسة فنية وهندسية وتسويقها، فاهتم الشيخ رحمه الله مصطفى الصيرفي كثيرا بهذا الأمر وبذل الجهود الكثيرة حتى بني هذا المسجد، والحمد لله اليوم كما نراه عامرا بالمصلين. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عز وجل وتوفيقه تم افتتاح هذا المسجد في مدينة عزاز ليقوم الإخوة المسلمون في جواره بأداء الصلوات المكتوبة، وأيضا هذا المسجد سيقدم خدمة تعليم القرآن للأطفال. قمنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه ببناء عشرات المساجد وتجهيزها مع المصليات وترميم خصوصا التي تضررت في الزلزال بعض المساجد ترميما جيدا لإعادة تأهيلها لتقدم هذه الخدمة ولرفع الشعيرة أو الشعائر الإسلامية عموما في هذه المناطق المحررة. بارك الله فيك.